وعلاوة على ذلك سعينا بكل الجهود إلى تعزيز قدرة مواطنينا على الصمود والتكيف مع تداعيات التغير المناخي على المنظومات الاجتماعية والاقتصادية، هذا على مستوى دعم التكيف والصمود. لكننا لم نغفل مسار بناء تنمية أقل اعتماداً على الكربون بالاستثمار الكبير في الطاقات المتجددة. فعلى الرغم من ضآلة إسهامنا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فقد استطعنا زيادة حصة الطاقات المتجددة من مجمل استهلاكنا الطاقوي على نحو معتبر، حيث وصلت إلى 34% سنة 2020 مع التخطيط للوصول إلى نسبة 50% سنة 2030. وبفضل برنامجنا الواسع لتطوير الهيدروجين الأخضر الذي هو الآن قيد الإطلاق، فإننا واثقون من تحقيق الهدف الذي رسمناه في مساهمتنا المناخية الوطنية المراجعة والمتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 11%. غير أننا في كل هذه الجهود لا نزال نحتاج، شأننا في ذلك شأن معظم الدول النامية، إلى زيادة الدعم الدولي لتعزيز القدرة على الصمود والتكيف ولتأمين انتقال طاقوي منصف وفعال.